زي ما قلت لكم احنا عندنا لقاء وان كان قصير بس انا بعتقده مهم جدا مع واحد من الروبوتس اللي كانوا بيشتغلوا جوه المؤتمر او اللي لازالوا بيشتغلوا جوه المؤتمر واللي هم تابعين لشركه بي جروب او بي انترناشونال، وزي ما بقول لكم هي شركه مصريه ولكن بتعمل في 16 دوله على مستوى العالم، شركه خاصه تعاون معاها او تعاونت معاها اداره منتدى شباب العالم في شرم الشيخ للتامين الطبي، ودي حاجه مهمة جدا للتأمين الطبي ولتعقيم كل شيء موجود. الروبوتس دي كانت روبوتس تفاعلية، ايه فاعلية دي؟ روبوتس تفاعلية وبتكلمه وبيرد عليك وبيساعدك وما الى ذلك. لقاء انا اتوقع انه يعني هيبقى لطيف بالنسبة لحضراتكم، اتمنى كمان ان هو يحوز اعجابكم. بالمناسبة الروبوت اللي حضراتكم هتشوفوه ده صنع في مصر بايدي المصريين. خلونا نشوف هذا اللقاء مع الروبوت دوات ونرجع نكمل الكلام. اهلا، اسمك ايه؟ مرحبا، اسمي دوات. بتعمل ايه هنا يا دوات؟ أنا واحد من مجموعة روبوتات متواجدين ضمن خطة التأمين الشاملة لحماية السادة الزوار من فيروس كورونا، وذلك بتنسيق مع اللجنة المنظمة، حيث أعمل على توعية الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة العامة، وأقدم أيضا معلومات عن المنتدى، فأنا لدي قاعدة بيانات تحتوي على برنامج المنتدى وجدول مواعيد الأنشطة المقامة خلال المنتدى، وكذلك أستطيع عرض خريطة موضح عليها الندوات والورش لمساعدة الزوار. طيب، يعني أنا أفتكر إن إحنا بعد اللي إحنا شايفينه واللي بيحصل، الموضوع بالنسبة لي يستحق إن أنا أعمل حاجة تقريبا ما بعملهاش في حياتي، إن أنا أخد سيلفي مع دوات. أنا مش أخصائي سيلفي قوي بس أظن كده ممكن، صح؟ ودي اول سيلفي اقدر اخدها مع دوات. مش عارف مين من زملائي قدر ان هو ياخد سيلفي بالشكل ده قبل كده، بس مش ده المهم بالنسبة لي. اي حد في الدنيا اكيد هيبقى حابب انه يشوف تكنولوجيا جديدة ونتعامل معاها قدر الامكان. اللي حاصل في المنتدى او منتدى شباب العالم السنة دي كل شيء في الحقيقة بمنتهى الدقة وعلى اعلى مستوى ممكن تتخيله من استخدام التكنولوجيا اللي موجودة حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في 2022 في اول شهر فيها. فخلونا نشكر بالتأكيد ادارة المنتدى ونشكر شركة مصرية مهمة زي بي جروب ان هم قدروا يوصلونا للوضع اللي احنا فيه، للحالة اللي احنا فيها. وبالمناسبة دوات صناعة مصرية، اشكركم.